بمساعدة من الشعب الجزائري عبر جمعية البركة، افتتح المشروع الشتوي لتوفير ملابس وأغطية لأكثر من 1000 جريح فلسطيني أصيبوا من الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة. أطلقنا هذه الحملة الشتوية مأوى لإعانة الجرحى، والتي تستهدف في قسمها الأول أكثر من 1000 جريح فلسطيني من جرحى مسيرات العودة والجرحى ذوي الفئة الخطيرة والبتر. مشروع يقضي بتوفير احتياجات أساسية للجرحى عبر هذا المعرض الذي خصص لهم وسط أجواء عمت فيها البهجة، لما شعروا فيه من تضامن ودفء جزائري وصل إليهم في أجواء الطقس الباردة. نشعر بالدفء الحقيقي في هذا الأمر، وكل فترة نجد استهداف لقضية حقيقية للشعب الفلسطيني. فاليوم عندما يقومون بدعم الجرحى الفلسطينيين هؤلاء الذين عانوا خلال السنوات الماضية، حقيقة هذه رسالة قوية من الشعب الجزائري أنهم ما زالوا على العهد. الجريح صامد عبد الهادي من بين 15,000 مصاب في مسيرة العودة، أصيب صيف عام 2018 في طلق متفجر بقدميه، وأصبح عاجزا عن العمل أو توفير قوت يومه. يعني الناس بيجوا هان بلاقوا يعني هذا 150 شيك، يعني ما يجوا يأخذوها بلاقوها يعني لقيه كويس يعني من الشعب الجزائري. وبنتشكر الشعب الجزائري يعني أنهم قاموا بهذه الكونات يعني يوزعون على الناس، وألف شكر لهم. فمهما كان قدر المساعدات المقدمة من الشعب الجزائري للشعب الفلسطيني إلا أنها تساوي الكثير لما يمر فيه من محن، كما أنها تأتي استكمالا للدور الجزائري في دعمها السياسي للقضية الفلسطينية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين.